صباح الخير يا بنات. صباح النور يا بابا. احلى حاجه في يوم الجمعه ان الواحد بيصحى براحته. امال فين ساره يا بنات؟ مش عارفه يا بابا. يمكن في الحمام. انا لسه طالع من الحمام. باين في المطبخ. في المطبخ بتعمل ايه في المطبخ ساره؟ يا ساره. ايوه ايوه يا عم. نعم يا عم. انت بتعملي ايه عندك في المطبخ؟ بعمل لبن بالشاي. ياه، شاي بلبن مره واحده؟ لا، ست مرات، يعني مرة ومرة 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 ومرة، على قد كل واحد فينا مرة. وعرفت تعملي؟ ايوة، اروح اجيبه بقى. حياص يا بنات، هنشرب شاي بلبن من عمايل ايدين سارة. وسع 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 وسع، لحظة هيقع مني. وسع وسع الشاي باللبن اهو. ايه ده يا سارة؟ انت حطيتي لبن على شاي ناشف؟ عن اسمي كده يا بنات؟ سارة، ده سائع. ده انتوا بتضحكوا على ايه؟ فاطمة، يا فاطمة، تعالي شوفي سارة عملت لنا ايه؟ ايه عملت ايه؟ عملت لنا شاي بلبن سائع. ايه ده؟ ده عصير لبن على شاي سائع. كده برضو يا سارة، ومين اللي دخلها بس المطبخ؟ هي اللي طوعت من نفسها يا ماما. يا خسارة الشاي واللبن. يعني باظت؟ لا ما بصي ولا حاجة، هنحطه على النار يغلي وبعدين هنشربه بالهنا والشفا من ايدين سارة حبيبتي. هاي، عملت شاي بلبن، عملت شاي بلبن، هتخليني اعمله كل يوم؟ حاضر، من عينيا الاثنين، بس اما اعلمك تعمليه زي الاول. ماشي. يلا يا بنات، حد ينزل يجيب الفول والطعمية عشان نفطر. ايه، مين بقى هينزل يجيب لنا الفطار؟ يلا انزلي انت يا نور. ياه، مفيش غيري في البيت ده؟ انا لسه شاريه امبارح، مش كل يوم، امل تروح بقى. انا عندي مذاكره. عمو خليني انا اروح، انزل انا اروح اجيب الطعميه والفول. تنزلي تروحي فين يا بنتي؟ انت عاوزه تنزلي تتوهي وما تعرفيش ترجعي هنا تاني؟ انا مستعده اروح مع ساره. تروحوا فين يا نور؟ خليني اروح معاها، خليني اروح معاها، انا نفسي اروح اشوف الشارع والناس عشان خاطري يا عم. ما فيهاش حاجه يا بابا، نور معاها وانت عارف نور. يلا يا عم نتولد. يلا يا ساره. بس الشارع زحمة قوي. ثانية يا نور، لحسن يحسن ونتوه ولا حاجة. ما تخافيش، خليكي ماسكة في ايدي جامد. هنروح الأول نشتري الفول، بعد كده نروح نشتري العيش والطعمية وشارع النورة. طيب ماشي. يلا. عامل ايه؟ زي ما هما بيزقوا يا سارة. طب انا عايزة منين فول لو سمحت يا عم. كلنا عايزين فول، وانت بس اللي عايزة فول لوحدك. طب خلصت، تعالى نعمل طابور عشان يا عم. حصلت طابور على العيش كمان، على الفول كمان. يا عم هات فول يا عم. تعالي يا زهرة، يا زهرة تعالي هنا يا عم، هات فول هات فول. خلاص يا عم نتولد.